لا مش هالميلة، مش هالميلة، تاني ميلة. هيك عم بقول لك لمين؟ من وين بدكم تشتروا بطاريتين؟ بتجيب لكم من السوبر ماركت؟ يلا بجيب لكم من السوبر ماركت. رجعوا جربوا لي صوت، تست تست تست. منيح. شو يعني بكره وطلوع على المصارف والسوبر ماركت مسكرين؟ اهلا من جديد، من المقرر ان تحدد بعبدة موعدا للاستشارات النيابيه الملزمه. وبينما تردد ان الموعد سيكون الخميس، رجحت المصادر اجراءها يوم الجمعه لتعذر وجود عدد من النواب بداعي السفر. ومن قصر بعبدة، السفير الروسي ألكسندر زاسبيكن يؤكد لرئيس الجمهورية أن موسكو كانت وستبقى إلى جانب لبنان. واصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لقاءاته الدبلوماسية لعرض الأوضاع الراهنة وتطوراتها، فاستقبل السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين الذي أوضح أنه نقل إلى الرئيس عون موقف القيادة الروسية من التطورات في لبنان، مؤكدا وقوف موسكو إلى جانب الدولة اللبنانية ودعمها لها في مواجهة التطورات الراهنة. وأشار السفير الروسي إلى أن البحث تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما لجهة تطويرها في المجالات كافة، مؤكدا أن التعاون بين روسيا ولبنان قائم وسيشهد المزيد انطلاقا من علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين، ومشيرا إلى أن بلاده لن تتردد في التجاوب مع ما يطلبه لبنان في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه، قائلا موسكو كانت إلى جانب لبنان وستبقى. كما عرض الرئيس عون الأوضاع العامة والتطورات الراهنة مع النائب نقولة الصحناوي الذي وضعه في أجواء ما تعيشه منطقة الأشرفية والأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الجميزي وشارع مونو وضرورة التعويض على المتضررين. إلى ذلك تلقى الرئيس عون برقية من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير الذي أكد متابعة بلاده عن كثب الأحداث السياسية في لبنان ووقوفها بثبات إلى جانبه، متمنيا تضافر كل الأفرقاء سعيا لصالح البلد وأن تتوصل إلى طريق مشترك نحو مستقبل جيد. كما أبرقت السيدة نازك رفيق الحريري إلى رئيس الجمهورية باسمها وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مهنئة بالاستقلال، ورأت أننا مدعوون جميعا للوقوف وقفة تضامن واحدة والتمسك بقيم السلام والحوار والوحدة الوطنية والعيش المشترك كي يبقى لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا، وطنا نهائيا لجميع أبنائه. المجلس الإسلامي الشرعي يدعو إلى الإسراع في إجراء استشارات نيابية ملزمة وتأليف حكومة إنقاذية من الموثوق بهم. أكد المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن دار الفتوى كانت وستبقى دارا للبنانيين جميعا وبيئة للتضامن والمصالحة، وهي لن تكون إلا إلى جانب اللبنانيين لتعزيز ضمان أمنهم وسلمهم الأهلي، داعيا إلى الاحتكام إلى الدستور والاستجابة إلى مطالب الشعب من خلال الدعوة فورا إلى استشارات نيابية ملزمة. لقد بينت التحولات والأحداث أن البلاد أصبحت تحتاج إلى صحوة ضمير لدى من يتولى مسؤولية قيادة البلاد، وهي تحتاج إلى أن ينصرف الجميع إلى العمل الجاد وبأمانة ومسؤولية من أجل معالجة مشكلات لبنان التي تهدد وجوده ومصيره. إن الطريق السوي إلى ذلك هو في العودة إلى احترام الدستور وتطبيق أحكامه نصاً وروحاً لا الخروج عنه. إن التلكؤ في سلوك هذا الدرب يؤدي إلى الخلافات والمنازعات وإلى مزيد من التفاقم للأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والحياتية، ويضرب الاستقرار في البلاد ويثير الناس على بعضهم بعضاً. والمطلوب الاحتكام إلى الدستور والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، ويكون ذلك بداية وفورا بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها بحسب نص الدستور. يرى المجلس أن لبنان بحاجة اليوم لحكومة إنقاذية من الموثوقين النزهاء الأكفاء، حكومة
تضع نصب عينيها تصويب المعادلتين الداخلية والخارجية. وأمل المجلس من خلال ما تشهده البلاد من حراك شعبي أن يؤدي إلى حالة يقظة ونهضة وطنية تفتح معها آفاق التغيير. تشييع الشهيد حسين شلهوب في بلدة طير في السي الجنوبية ودعوات إلى التحلي بأعلى درجات الوعي. وسط أجواء من الحزن والغضب ودعت بلدة طرف السي في قضاء صور ابنها حسين شلهوب الذي استشهد فجر الاثنين بحادثة أليمة على الأوتوستراد الساحلي في منطقة الجية مع شقيقة زوجته سناء الجندي التي شيعت الاثنين في مسقط رأسها في بلدة أنصارية في قضاء الزهراني. ملفوفا بالعلم اللبناني رفع نعش الشهيد شلهوب على الأكف بمشاركة حشد من الفعاليات السياسية والحزبية والدينية، وسار موكب المشيعين في ساحات البلدة وشوارعها باتجاه الحسينية.